أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أهمية دور جامعة الدول العربية في ترسيخ الحلول السياسية للقضية السودانية، وأيضا تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني. وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إنه ناقش مع الأمين العام الوضع في السودان. قابلنا معالي الأمين العام وتناقشنا ما هو الوضع في الدولة السودانية، وأنه جامعة الدول العربية هي مؤسسة ضخمة وهي مؤسسة مناضلة السلام، والقضية السودانية ليس بمنع عن ما يحدث في العالم العربي، وجامعة الدول العربية ستكون لها دور في المساهمة في معالجة القضية السودانية. وكنت سعيد بأنه تم تنويره ونورته على الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية والمآسي الإنسانية التي نتجت نتيجة لهذا الحرب، فهو كان خير مستمع لخير متحدث، وخرجنا بأنه الدولة جامعة الدول العربية تكون بريزنت حضور في كل مساهمة في كل المبادرات التي من شأنها معالجة القضية السودانية.